السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. الفيديو النهارده مخصص لاولى ثانوي، يعني كل طلبه اولى ثانوي لازم يتفرجوا على الفيديو ده، مهم جدا بالنسبه لهم، هيوضح لهم حاجات كتير بالنسبه لامتحانات الاوبن بوك اللي هم اول مره يمتحنوها واول مره يشوفوها. انا لما اتكلمت في الفيديوهات اللي قبل كده وقلت ان الحاجه بتعتمد على الفهم والاستيعاب وكده، فالطلبه قالوا كويس جدا، يبقى كده مش هنحفظ مش هنذاكر، احنا داخلين بكتاب المدرسه وكل الحاجات بيس وكده. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع الفهم ده مستوى اعلى من الحفظ والمذاكره والدراسه، دي اخر مرحله، يعني لازم انا كطالب لازم اكون داخل حافظ مذاكر فاهم كويس جدا. الحاجه اللي مش فاهمها لازم اروح للمدرس بتاعي ويشرحها لي مره واثنين وثلاثه لغايه ما افهمها، ما اعتمدش على الحفظ بس. الحفظ اداه من الادوات بتاعتي، مش بلغيه عشان الامتحان اوبن بوك. بمعنى ان انا دلوقتي داخل امتحان البيولوجي، هديكوا اكزامبل، لازم يكون كل حاجه في دماغي مذاكرها كويس. مثلا في الكربوهيدرات ابقى فاهم كويس قوي، الكربوهيدرات دي نوع من انواع الاورجانيك مولكيولز، ان هي بتبقى تبع البوليمر. البوليمر عندي عباره عن المولكيول اللي بيبقى فيه كربون اتوم، خلاص، عباره عن كربوهيدرات، ليبيد، بروتين، نيوكلير اسيد. الكربوهيدرات وظيفتها اللي هي مين سورس اوف انرجي، ده مصدر اساسي ورئيسي للطاقه. لما بتزيد عن الحد بيحصل لها ستورنج، يعني بيحصل لها تخزين، تخزين في جسم الانسان على هيئه جلايكوجين، في النبات هيبقى على هيئه ستارش. كل الحاجات اللي انا بقولها دي لازم اكون حافظاها، خلاص اوريدي في دماغي، مش لسه اطلعها من الكتاب، لان بيجي اسئله عليها غير مباشره، لازم اكون فاهماها كويس وحطاها في دماغي وحافظاها، تمام. بعد كده برضك بيتكون السيل ستراكشر، بتخش في تركيب الخليه وكل الكلام ده. الكربوهيدرات بتتقسم لسيمبل وبتتقسم لكومبلكس. السيمبل بتبقى عباره عن مونوساكارايدز داي ساكارايدز، المونوساكارايدز عباره عن ريبوز، جلوكوز، جالاكتوز، فراكتوز. الفراكتوز ده اللي هو سكر الفاكهه، اللي اسهل حاجه اللي انا بحصل فيها على الانرجي اللي هي سكر الفاكهه. حتى نلاقي اللعيبه اللي هم في التنس او كده بياكلوا موز او كده ما بين المطوشه وبتاع، عشان يبقى سهل على طول تتحول لانرجي، والانرجي دي بتتخزن في جزيء اسمه ايه، ادينوسين تراي فوسفيت. خلاص، العمليه دي بتتم فين؟ اللي هي الاوكسيديشن اوف جلوكوز بتتم في الميتوكوندريا، تمام. اعذروني ان انا بتكلم بسرعه، بس انا ببين لكم ازاي تبقى مذاكر وكل الحاجات دي اوريدي في دماغك، انت مش لسه في الامتحان هتدور عليها، خلاص. طيب، بعد كده نيجي للدايساكارايدز، قلنا ان هو عباره عن ساكروز، لاكتوز، مالتوز. بعد كده اتكلمنا على الحاجات دي تيستد باي ايه، لما اكون مثلا انا يعني ايه تيستد باي ايه، انا ب ب ب يعني عايزه بستغل المعلومات دي في ان انا افهم ايه، لما ان شاء الله بعد كده ربنا يكرمني ويبقى عندي لاب مثلا او معمل تحاليل، فبشوف العيان ده عايز يتاكد اذا كان عنده مرض السكر ولا لا، فبجيب ريجنت عامل اسمه بندكت، تمام. بندكت ده بيبقى لونه اصلا ازرق، فبسحب من المريض عينه دم، لما بسحب منه عينة دم واحط عليها اللون الازرق ده، لو اتحول لاورنج، اورنج فاقع كده، يبقى معنى كده ان المريض ده عنده مرض الايه، السكر، تمام. يبقى انا بعمل التستد على السيمبل ساكرايدز بايه، بندكتر ايجنت، تمام. طيب، باجي بعد كده الكومبلكس ساكرايدز. الكومبلكس ساكرايدز زي ايه؟ بيبقى جلوكوز كتير كده فوق الاثنين، 3 4 5 جزيئات كتيره جدا، بيبقى زي الستارش، السليلوز، الجلايكوجين، تمام كده. طبعا الحاجات دي بتبقى في الجلايكوجين في الانسان زي ما قلنا، اما بالنسبه للنبات بيبقى الستارش، خلاص. طيب، بعد كده في حاجة مهمة جدا، الادفانتج بتاعت الكربوهيدرات السيمبل والادفانتج بتاعت الكومبلكس، انا عاملاها بطريقة حلوة جدا. الادفانتج اللي هي المميزات او الصفات اللي هي موجودة في السيمبل ساكرايت، اول حاجة بوصف كأني بوصف السكر اللي موجود في البيت، السكر
بتاع اللي احنا بنحلي بيه الشاي ده. بوصف السكر اللي في البيت. اول حاجه سوليبل ان ووتر، بيدوب في الميه، هاف سويت تيست، ليه طعم حلو. وبما اني بوصف السكر يعني حاجه سيمبل ساكرايت، يبقى هاف ايه سمول مولكيولار ويت، ليه وزن جزيئي صغير جدا. تمام. طيب الادفانتج بقى اللي هي الخصائص بتاعه الكومبلكس، العكس، كاني بوصف النشا اللي موجود في البيت، النشا اللي انا بعمل بيه المهلبيه، بوصفها ايه؟ انسوليبل ان ووتر، ما بتدوبش في الميه، المهلبيه مهما ادوب كده في الاخر بتترسب وتنزل تحت. تمام. بعد كده بقول كومبلكس، كومبلكس يبقى هاف لارج مولكيولار ويت، وزن جزيئي كبير، وملهاش كمان ايه سويت تيست. تمام. ملهاش طعم حلو، النشا لو جربنا ناخد منه معلقه كده يبقى طعمه صعب جدا. فده بالنسبة لجزئية بسيطة جدا، ازاي احنا نبقى حافظين المنهج، فاهمينه ومستوعبينه وعارفين التطبيقات بتاعته. وبعد كده بيجيب لي في الامتحان مثلا يقول لي البوتيتو فيها ايه، طبعا فيها ستورش، خلاص نعمله تيست بايه والحاجات دي كلها. ويجيب لي مثلا المكرونه، يجيب لي البسكويتس، بيجيب لي دي الاكتيفيتي اللي هي موجوده في كتاب المدرسه، ما استبعدش ابدا ان هو يجيبها في الامتحان. تمام. يبقى انا عايزه اوصل لكم لطلبه اولى ثانوي ان الفهم ده اخر مراحل الحفظ والمذاكره والدراسه العميقه للمنهج. تمام. انا خدت لكم جزئيه بسيطه، ده يبقى لازم في كل دماغ كل طالب الموضوع ده. تمام. السلام عليكم.